عليكم اخواتي، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. اليوم غنشوفوا انصامبل تقريبا نقولوا اخر شيء يوم شي وقت رمضان، لان غنبدا معكم الحلويات ديال العيد. الدجاج مقلي كيجي زوين زوين، كيتقلى في الزيت كيجي مقرمش ورطب من الداخل. جربوه ان شاء الله تردوا عليا الاخبار. كيف ما كتشوفوا نبدا معكم، نقدروا نديروه في كوكوط اللي كنسدوا عليها بسرعه، ولا نديروه غير في الكميله او طنجره عاديه. كيف ما شفتوا انا دابا شديت الدجاجه مقطعه على 8 باش يكونوا طرافي شويه صغار. كنغسلها مزيان بالحامض، كنسقطرها وكنديرها في طنجره ولا في كوكوط كيف ما كتشوفوا. كنبدا بالملح والبزار، وكنكون موجده ثومه كيف ما شفتوا 3 ولا 4 الفصوص على حسب. سكينجبير ولا الجنجبر اللي كيكون فخي اللي كيكون طري كنقطعو كيف ما كتشوفوا حتى هو 3 ولا 4 طريفات. كندير فيه الحبوب ديال القزبر، كندير فيه ورقه ولا جوج ديال اوراق ديال سيدنا موسى، وعود ولا جوج ديال القرفه كيف ما كتشوفوا. كنلوح لكل شيء وكنسد عليه غير واحد شويه، هو يقدر يطيب في حنا بعد الدجاج ديالنا هنا في كندا كيطيب دغيا. كنسد عليه 10-15 مينوت 10 حتى 15 دقيقه، من بعد كنحل كنعاود نجبدو كنخليه كنصفيه كيف ما كتشوفوا، وكنخليه يبرد واحد شويه، من الاحسن يبرد باش نقدروا من بعد نكملوه في القليان كيف ما كتشوفوا. صافي هنا ملي كيبرد كندوزو لمرحلة ديال القليان، ما كنقليوش ديريكتوم، ما كنقليوش نيشان في الزيت، كنديرو الزيت يسخن ماشي بزاف. كيف ما كتشوفوا كناخدو الدقيق الابيض فورس كيف ما كنقولوا ليه في المغرب، الدقيق الابيض كندير فيه انا شويه ديال الملح ولا شويه البزار ولا بجوج على حسب، لان كيف ما كتشوفوا انا درت البزار شويه كتير، درت غير الملح هنا صافي. وكنبقى كيف ما كتشوفوا كنعمرو كامل بالدقيق حتى كيتغطى كامل، كنسوس هذاك ليكسخي ولا هذاك الدقيق اللي كيبقى زايد صافي. كنستمر بهاد العمليه حتى كنغطي كاع الطريفات ديال الدجاج، ومن الاحسن كيف ما قلت لكم يكون مقطع على 8 لان كيجيو طريفات صغار وساهلين في القليان صافي. كنبقى بهاد العمليه حتى كندير الدجاجه ديالي كامله، من بعد غندوزو للقليان حتى كيسخن الزيت، هو من الاحسن ديرو الزيت يسخن، كنديروه على خاطرنا من بعد كنلقاو سخن، وكان من الاحسن يكون سخن لان باش ما يشربش لينا هذاك الدجاج الزيت. ونورمالمون كنديرو انا ديما، ما عمرو ما شرب ليا الزيت لان ديجا هو يكون مسلوق. الناس اللي ما كيبغيوش كاين شي وحدين ما كيقدروش على زفوره ديال ولا الدجاج اون جينيرال، ولكن هاد الطريقه زوينه بزاف كيجي منسم، واخا هو كنقليه من بعد ملي كتاكل الدجاج كتحس بداك النسمه ديال السكينجبير الثومه القرفه فيه. كيف ما قلت لكم كنكملوا حتى لاخر مغصو وكنبداو باش نقليه. صافي كيف ما شفتو كنجرب دقيق الزيت كيكون سخن، كنحط لي مورسو كاملين. انا عندي المقله هنا كيجوني كاملين احسن. علاش كاملين؟ لان كنخليهم واحد 10 حتى 15 دقيقه، اون بون 15 مينوت ولا 20 ولا نتوما على حسب دابا العافيه ديالكم على حسب المقله. كتقلبوا وحيده مورسو واحد كطلوا عليه، لان كنخليها انا حتى كيتحمر مزيان من جهه، ومن بعد ثاني قلبوا باش ما صافي كتقلبوا على الجهه الاخرى، وكياخذ واحد 15 دقيقه اخرى حتى ل 20 دقيقه على حساب كما قلت العافيه والمقله صافي. ومين كتقلبوا كتقلبوا هذوك لي مورسو كاملين كيكون جاهز للتقديم. كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم كنخليه واحد 15 دقيقه ولا شي 20 دقيقه على حساب نتوما. غتقلبوا الاولى
ولا مرسو واحد اون فوا كيبان لكم راه تحمر مزيان من التحت لان من الاحسن كيتقرمش هكاك ما يبقاش يتقلبوا فيه وتقلبوا بزاف في الزيت باش ما يشربش الزيت. صافي كنقلبهم كاملين وكنخليهم وقتهم حتى هما. ومن بعد كما قلت لكم كناخذوا سوا وسورتو بابيي لانه واخا ديروه في تصفيه في صفايه ما كيشربش الزيت بزاف لان كيكون اصلا مسلوق وكيكون عامر بالدقيق ما كيشدش الزيت. صافي انا كندير غير بابيي اسويتو ولا بابيي الورق النشاف كما كيقولوا ليه. صافي كنبدا نحط لي مورسو ومن بعد كيكون جاهز كيجي فريمون رائع كيجي لذيذ كما قلت لكم قرمش ورطب من الداخل وما كيحتاجش ما كيبقاش هذاك الدجاج خضر لان ديجا سلقناه واحد 10 15 دقيقه في الماء والإقامة ديالو. هذه هي الوصفه ديال اليوم. مرحبا بكم في القناه ديالي. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تبخلوش عليا بالمشاركه. ومرحبا بكم دائما والى اللقاء.